أنا عمري بالعشرينات، وأبوي أجبرني أتزوج واحد أكبر مني 30 سنة تقريبا، عمرها الحين 51 سنة، وما حنا متفاهمين أبد، وما أدري إيش أسوي، ولو تكلمت ما حد بيسمعني. أول مرة أقولها مشكلتي، يا ليت تعطوني حل، نفسيتي صفر، ما حد يساعدني إلا بثوثك ومصممينك. هذه بنت، شوفي اسمعيني زين، اللي عمره في عشرينات تكفين وأنا أخوز، اسمعي مني ذي النصيحة، إذا أنت ما أنت متفاهمة أنت وياها أبدا، مرة مليتي حاولتي، يمكن هذا هو شيء نصيب، مرة حاولتي ما في فايدة، أنت بي تشتكي لحد إلا ربس اللي خلقص، هذه الأولى، لأن لو شكيت للغريب أستغل موقف هذا، سوي وفعلي وحطي، سوي الشيء الصحيح، إذا ما الله كتب بينه وبينه نصيب في محكمة، ما قصرت الحكومة، حطت محكمة، تروحين المحكمة جدا، أنا الشخص هذا ما أنا خلاص، وتروحين أنت في حالة وهو في حالة، والله إذا أنت على كلام ما ضبط وضع مع أحد، لا تروحين لحد، ما بالمحكمة طالق بالثلاث، والله يرزقس ويحفظس، هذه مشكلة تسحلناها.